مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. يحاول الشاعر قدر المستطاع أن يكون نقطة ضوء ليس فقط في طريق أبناء وطنه فحسب، وإنما في طريق الإنسانية، كل الإنسانية، محاولا نقش اسمه بحروف من نور من خلال قصيدة تبقى حاضرة في الوجدان الجمعي للإنسانية، وتكون ضمن ما يعرف عربيا ضمن إطار الشعر ديوان العرب. الشعر ديوان العرب هي العبارة التي شغلت الكثير من الشعراء، وتجاوزت كونها عبارة إلى مشروع يشتغل على إتمامه وإنجازه الكثير منهم، حتى يؤكدوا لأنفسهم ولمن حولهم أنهم الأقدر على توصيف واقع أوطانهم، والأقدر كذلك على تثقيف أبناء مجتمعاتهم فيما يخص الكلمة الطيبة التي ترتقي بالمجتمعات وأبنائها. مشاهدينا الكرام، بهذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الإنترنت الشاعر الأستاذ عبد العزيز شبين من الجزائر. حللت أهلا ونزلت سهلا أستاذ عبد العزيز، مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في البداية وقبل الذهاب إلى الشعر والنقاش، تعريف بسيط من حضرتكم ومن خلاله نطلع على شيء من سيرتكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم من خلال هذه القناة، قناة الرافدين، على هذه الدعوة الكريمة، ومن خلالكم كذلك أوجه شكري وتحياتي إلى الشعب التركي المجيد وإلى الأمة العربية والإسلامية وإلى الشعب الفلسطيني المجاهد الثائر ضد الاستعمار والاحتلال الغاشم. عبد العزيز معكم، عبد العزيز شبين من الجزائر، أستاذ جامعي من مواليد 69 العاصمة، جزائر العاصمة يعني، وأشتغل بالأدب والشعر، ومن محبي الكتابة والأدب. نعم. والرافدين قناة العراق والعراقيين، ومن المؤكد أن تحيتكم تشملها كذلك، فأنتم من أصحاب الحس العروبي في التعبير عن قضايا الأمة والكتابة لنصرة كل مظلوم. فكرة الانتصار للمظلوم من الظالم بالكلمة والقصيدة، أستاذ عبد العزيز تفضل لنتحدث في هذا الإطار. في أي في نعم من إذا كان ممكن تعيد السؤال من فضلكم. فكرة انتصار للشاعر للمظلوم من خلال قصيدته. نعم، الشعر هو مجال واسع ومن القنوات التي يستطيع الشاعر أن يعبر من خلالها عن مكنونه وعن تجاربه وعن مجتمعه وعما يحيط به. نعم. من آلام ومن أحداث ومن مجريات. إلى أولى القصائد التي تود أن نسمعها بإلقائك الجميل مما اخترت لهذه الحلقة أستاذ عبد العزيز، نحن جاهزون لنسمعك، تفضل. والله من قصائد القصائد يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال قصيدة في الثورة المباركة التي تحدث ويفجرها مجاهدو غزة، أقول: أين مني أغنيات الشاعر؟ حاول أن تخفض الهاتف قليلا لتأخذ راحتك أكثر في إلقاء القصيدة وقراءتها، تفضل. نعم. لم يأكل الصمت الأكول مشاعري، لا أين مني
أغنيات الشاعر. أنا ذا من الصخر الأصم صليبه، لم تهف خفقة نابض بخواطري. أنا أرض غزة من جنان خرائطي، قد بدلت بجحيم ظلم غادر. أطعمت في جدب عصافير الضحى أوجاعها، من بعد خصب غابر. الكل صار مغيبا في سجنه، مترملا في بيد بوح سادر. أنا ذلك الشجو الكثير بجبه، والشدو منخنق يئن بحافري. يا بنت غزة تشعرين بمن طوى عند الطوى من دمعها المتناثر. حاولت جمع حطامها فتبعثرت بين الأصابع مثل حظ عاثر. إذ سح بالعبرات من أخدودها قلب بكاها بالأنين العابر. الجوع سيف من عراء ينتضى، تتضور الكلمات فوق دفاتري. أطيار غزة هل أسليهم، وأجنحة النهار بناب ليل ماكر. إن الكبار نجوم كهف، أنبياء ملاحم للمستبد الصاغر. يا فالقين ظلامهم، يا فالقين ظلامهم بأنامل زهر كأمثال النجوم نواضر. ومحملين من الرياح هبوبها بأكف طير كالشموس زواهر. مستلهمين من الحمام هديله، مستشعرين حمام وحش كاسر. الراكبين الريح نحو بروجهم، من كابر يقفو معارج كابر. السابقين القصف نحو رياضهم، أشلاءهم جعلوا عبير مقابر. يا سلام. الناشرين كما الجبال ظلالهم، متوسمين على الذرى ببشائر. الأقربين من الزلال كرامة، الأبعدين عن السراب الظاهر. الحاملين على الصدور نخيلهم، شرفا يعري ذلة المتآمر. ومعمرين من الخراب جنانهم، الهادمين مقام ذاك السامر. يا غزة العطشى حسينك هاهنا، لم تروه أكذوبتي وخناجري. يا غزة اغتالوك لما أثخنوك بجرحنا وبكل هون فاجر. يا غزة الثكلى طعنت من الورى، وإلى الأمام هوان كيد باتر. أنا شاعر يبكي على جيب له، لم يبكي للورد اليبيس الفاتر. يا غزة المنفى عقرت رواحلي، ومحوت من خجل الحروف دفاتري. يا غزة المنفى عقرت رواحلي، ومحوت من خجل حروف دفاتري. هذا الخجل ربما يحملنا إلى وجع غزة وتلك الإنسانية الصماء التي تقابل الأمعاء الخاوية المجوعة قصدا وقهرا وقسرا، تقابلها بمزيد من الخنوع والخضوع أمام للأسف من يعني يقتل أبناء غزة.
كيف للكلمة أن تنصر أبناء غزة في الظروف الحالية باعتقادكم أستاذ عبد العزيز؟ ما هو دور الشعر هنا؟ للشعر دور، نقول دور روحي. نعم. دعنا نقول أن للشعر دورا روحيا في تفاعل الأحداث، وفي تأجيج المشاعر، مشاعر الإنسانية التي قتلت في هذا الزمن الرديء. على الأقل يصبح الشعر منبرا للأرواح وللمشاعر، ومجالا للتعبير عن الرفض وعن السخط وعن الثورة على الذل وعلى المهانة وعلى السوء وعلى المساوئ التي لحقت بهذه الأمة. نعم. من جراء حكامها والمتخاذلين. نعم. عن أسرة الحق والإنسانية. أستاذ عبد العزيز، قد يقول قائل يعني ما الذي يمكن للكلمات أن ترممه في وجع غزة؟ ما الذي يمكن للشعر أن يضمده في هذه الجراحات النازفة؟ ما قيمة الشعر والكلمة حينما يرتفع صوت البارود؟ كيف تعلق على ذلك؟ دائما في التاريخ العربي وفي التاريخ الإنساني للكلمات دور فعال مع الجهاد بالسلاح وبالبارود. نعم. البارود والكلمة توأمان في حركة التاريخ، يصنعان دائما الأحداث ويكونان دائما في مخاض التجربة الإنسانية التي تكون أمام امتحان عسير في مجابهة الظلم والجبروت والطغيان الظالم في أي مرحلة وفي أي أرض كان. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد العزيز شبين الشاعر الجزائري. سنخرج إلى فاصل قصير وبعده نواصل إلى فاصل ومن ثم نعود أعزائنا المشاهدين، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، والحديث هنا عن الأوجاع المنتشرة في جسد الأمة، غزة نموذجا، وكيف للشعر أن يسهم بتخفيف المعاناة الشيء القليل. وضيف هذه الحلقة من الجزائر الشاعر الأستاذ عبد العزيز شبين المقيم في لندن في دولة بريطانيا. من جديد عودة إليك الأستاذ عبد العزيز، مرحبا بك. مرحبا بكم. حينما نريد أن نتحدث عن الشعر وأثر الوجع في نفس الشعر، البعض يظن أن كتابة نص شعري شكل من أشكال الترف، ولا يعلمون ربما الصراعات التي تعتمل في روح الشاعر، وربما لا أبالغ إن قلت الآلام المترتبة على كتابة نص قد يكون موجعا، ربما ترتد عكسيا على الشاعر بحيث يكون هناك ألم جسدي يعيشه بعد كتابة هذه القصيدة، ولا أبالغ. صحيح صحيح، وتختلف التجارب الشعرية لدى الشعراء. نعم. لكل شاعر حاله أو حالته، ولكل كاتب يعني مجاله وفضاؤه الشعوري، أو دعنا نقول لكل إنسان شاعر مرحلة يمر بها للتعبير عن
آماله وعن طموحاته وعما يجول بخاطره وما يجول حوله من أحد وما يتقع حوله من أحداث ومجريات. وهناك اختلاف بمستوى الإحساس ما بين شاعر وآخر من حيث الكتابة وكذلك الجمهور من حيث التلقي. خذنا إلى صحيح. قصيدة جديدة تود أن نسمعها بإلقائك الجميل أستاذ عبد العزيز، تفضل لك الكلمة. من الله فيكم، شكرا. تفضل. نحن معك الآن. نعم. ويسعدنا نعم. أن نستمع إلى قصيدتك الجديدة، ويبدو أنك يعني قد استعددت لها جيدا، تفضل. نعم. الخيال أشدني نحو سناها الخيال، أم شارد شذ شذوذ اختيال، الظمأ الحافر في مهجتي، أغبره لم يروه ورد آل، قد ضرني الأسود إذ غالني، والأبيض المغتال خلف الظلال، ألقي حبال الوصل تلقى الوفا، كل انفصال قد يليه اتصال، حسنك كان لي كدفق البهى، منك يحيط بالتمام الجمال، كل جفاء مثل ذر الرمال، كل جفاء مثل ذر الرماد، من إليه قد يعيد الوصال، أرحب فيك الأفق طول به يختال، والعرض بوزن الجبال، بعثت فينا الصحوة ثم الهدى في السكر، شاردا عرفت الضلال، عرفت الضلال، بصرت بالسحر بنى معرجا، به ارتقيت فوق ذات الحجال، ولم تزل تلوح يوم التمام مثلما لاح وضوح الهلال، مثلما لاح وضوح الهلال. أعجب من ميعاده ضمنا، كما يضم العاشقين الجلال، نجمتها انفلاقة البذر في القين مع الفجر فيوض اكتمال، توقظ فيه الرغبة البكرة عند صفوه مثل رواء زلال، حورية الشرق كبنت الضحى تسفح بالنظرة مسك الغزال، ناحية الدهش تميس الخطى تغزل برد ما ترى من دلال، كالريح لا يسبقها عاصف إلى الذي أعجز فيه المنال، من يوقف العصف إذا ما عتى، لا يوقف النزف على الشط سال، أسطورة تبعث من أحرف مرقدها تسعر حمى النزال، ملحمة تنفخ نيسانها من عدم الشيء وتنشي المحال، تختار من فارق ليل المدى نهار ما يروي الأمان الطوال، تحمل ما حمل سيناء من بشارة ترقب ذاك النوال، ينسل ما بين تجاعيده ولا جواب لالتواء السؤال، المارد اختال على ظله وعند رقدة النجوم استطال، حاول أن يعيد من طيفه شبه النبي
واستمد المثال، لكم رأى البحر على كفه وعندما ألقى عصاه استمال. أطلت البهجة أشجارها تسقي كما تسقي حقول الغلال. من جيبه أسفر ذاك الخروج، لم يضق عند النهار المجال. احتمت النملة من خوفها فلم تصبها الحادثات الثقال. لا يحطمنكم سليمان يوم اهتاج ذلك الشديد المحال. يا فاطر الدهشة إن انتظرنا الخصب والجدب على العمر طال. من دارة الوهم لكم وردكم نسقيكموه لا تطيل الجدال. وفي مثل هذا الجمال لا ينبغي أن نطيل الجدال، لكن ينبغي أن يكون هناك سؤال. نعم، حينما نريد أن نتحدث عن القيمة والمبدأ في الشعر العربي، وكيف يجب للشاعر أن يظل يعني متشبثا بهذين الدرعين. نعم، الشعر هو أداة تعبير يعبر بها الإنسان عما يجول بخواطره وما تخترج به مشاعره وخواطره، وهو فن من الفنون التي تعتبر من القنوات التي يجعلها الشاعر والإنسان معبرا يعني يعبر من خلالها عن أحاسيسه وعن أحزانه وأفراحه. لكن شعر بلا قيمة، شعر بلا مبدأ، شعر بلا رسالة، كيف يمكن أن يكون شكل هذا الشعر أستاذ عبد العزيز؟ أنا في الحقيقة لا أتخيل شعرا بدون رسالة. الشعر إذا فقد رسالته أصبح لعبا بالكلمات وشبه ما يسمى يعني كذبا، أصبح كذبا على النفس. الإنسان يكذب على نفسه ويكذب على الآخرين وعلى القراء وعلى السامعين. زخرفات لا روح فيها. نعم، نفثات ونعم ومشاعر لا روح فيها. نعم، نريد منك الآن قصيدة جديدة أستاذ عبد العزيز، لكن حبذا لو اخترت لنا من البحور الدارجة ليسهل تلقيها على المستمعين والشعراء بشكل عام، تفضل. فلأقرأ قصيدة أنا العصفور تبركا بالحرية، تفضل، والتي نتمناها لشعبنا في غزة المجاهدة الثائرة. نرجو ذلك، تفضل. أنا العصفور يرتاد النخيل ويسكن طوله عمرا طويلا. أمد جناحي المكسور شوقا إلى من يلهم الصبر الجميل. بنيت بسعفه محراب حب، أرى في ظله الشغف الخضيلا. فلي روح يكابر في علاه يريد إلى معارجه الوصولا. فرضوان الجلالة ظل يرجو ويطمح أن يرى منه القبول. يا سلام. فروعا بكرة يدعو أصيلا وترجوه أمانيه أصولا. صلاة العتق كانت لي كتابا حفظت على هوامشه فصولا. يا سلام. فصلي
فصل على الغمام بألف بيد بأجفان جرينا به سيولا. جعلت من الشغاف ملاذ أمن وخوفا لذت مرتجفا ذلولا. حلفت بأن أروي منك حرفا على عطش أظل به قولا. أكنت الممكن الممتدة طيفا نعم. ولم أرى فيك يوما مستحيلا. إذا ما غبت جف معين وردي وصرت به على ظمأ عليلا. فلم أستبعد العشق اعتراني وقد غامرت ساحته قتيلا. قرأت بلوحه المفتوح حبا وألفا مثله أكبرت قيلا. وعلمت الغرام لكل طير يبادلني به المعنى الجميلا. متى أوقظ فؤادي يشد غصن يا سلام. نبيل ينتقي الكلمة النبيلة. نبيل ينتقي الكلمة النبيلة، وأنت النبيل في حضرة الكلمة النبيلة التي تستحق أن تسمع وتلقى وتقرأ كذلك. هذا من لطفكم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، أكيد متواصلون معك، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد العزيز. إلى فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. وعودة إليك أستاذ عبد العزيز مجددا، وهذا السؤال: هناك غايتان لكل شاعر، أو ربما تتعدد وتكثر الغايات، لكن من المؤكد أن هناك غاية خاصة وغاية عامة، أو غاية يعني ذات مثالية عليا. حدثنا عن الغايتين، الغاية الخاصة، حدثنا عن الغاية الخاصة وكذلك عن الغاية السامية أو العليا أو العامة، تفضل. بالنسبة للشعر تتحدث؟ بالنسبة للشعر انطلاقا من تجربتك الذاتية، تفضل. والله في المجال الشعري وفي التجربة الشعرية تختلف يعني حسب الشعراء وحسب الكتاب وحسب طبائع الإنسان وطبائع الناس طبعا يعني. وأما بالنسبة لي فالشعر يعتبر رسالة في المقام الأول، هو رسالة أستطيع أن أقول رسالة أريد أن أؤدي من خلالها دورا يريد أن يشرح مشاعر الإنسان المعاصر الذي يعبر عن أحزانه وعن مشاعره وعن طموحاته وعن أفكاره وعن كل ما يدور من حوله من آمال ومن خيبات في بعض الأحيان. هذا على المستوى الشخصي. أما على المستوى العام نعم. على المستوى العام يعتبر الشعر منفذا للترفيه عن النفس. عندما أسمع وأرى كوارث تقع وفضائح
تقع هنا وهناك هنا وهناك، فالملجأ الوحيد الذي ألجأ إليه لأطفئ هذا الغضب وأستريح من هذا أو أن أخرج من هذا الحزن الكامن، الحزن الكامن في مشاعري، ألجأ إلى التعبير بالشعر وبالكلمات. ونريد منك أن تعبر الآن وتقرأ من جديد وتلقي على مسامعنا قصيدة جديدة لا تخلو من مبدأ ولا قيمة كما عودتنا، وكما يسعدنا أن نستمع إليك مجددا. تفضل أستاذ عبد العزيز. لك الفضل أخي الكريم أستاذنا الكريم. أنا والله دائما في إطار البحث عن الحرية دائما في هذا المجال. تفضل. في المجال فأقول تحن إلى أيك، تحن إلى أيك تريد جنانها وتلقي ببحر هائج خيزرانها بذكرى مشوق إذ تمد جناحها فيلهب جمر الذكريات جنانها. بما اتقدت في مهلك كلماتنا تريك من النار الضروس لسانها. لقد ألهبت في الشوق أحرف خاطري كما أوقف الدهش المثير زمانها. تحدث أوراقي على فرع صحوها، تحدث أوراقي على فرع صحوها ولم يسكت الصمت العميق كمانها. أقامت على الزيتون أبراجها ولم تغادر برغم الراجمين مكانها. يا سلام. وفي بيت ورقاء استلذت ظلالها فلم تفقد البيضاء فيه اتزانها. ولا زلت ذا بوح كما يرجع الصدى، رجعت ولم ينسى الهوى مهرجانها. رجعت ولم ينسى الهوى مهرجانها، وماذا بعد المهرجان؟ حنيني إلى مغنى يثير حمامة تهز بما تشدو به أرجوانها. أذات الظلال الخضر غيماتك انتشت زلالا وأجرت من عيون جمانها. إذا ما رأيت السحر من أعين البها طعنت وما صد الفؤاد طعانها. ولم يتحمل ذو اشتياق عبيرها ولا رد ذو حرز حريز سنانها. الله. تحسست طفلا بالدياجير خوفها ولم ألق عند الحادثات أمانها. ولم يخن الإلهام يوم تبرجت خيالا بليل مدلهم حصانها. لقد أوقدت نارا بعشب قصيدتي رأيت على موج البحور دخانها. حمامة أنسي ما نسيت هديلها ولم أعفو عمن في المواعيد خانها. حفظت على ذل انكساري عزها ولم أبغي رغم الحالكات هوانها. نعم. لا رأيت هوان وإنما العزة والسمو دائما أستاذ عبد العزيز.
واجب يلح عليك وتذكر نفسك به دائما حتى لا تتناساه، حتى لا تقصر به. وربما يشترك معك في هذا الواجب الشعراء، أو ربما كنت تنصحهم به من باب المشاركة بالخير. هذا الواجب، هذا الإلحاح، هذا الهاجس الذي يسيطر عليك كلما أردت أن تعبر عن مثلا موقفك تجاه قضية معينة بالشعر، حدثنا عن الواجب هذا الذي يلح عليك وكذلك تنصح به الآخرين من الشعراء. بارك الله فيك أستاذ، ذكرت فأحسنت التذكير. هناك كما قلت أن الشعر رسالة، ودور الشاعر أن يكون إنسانيا حاملا لهموم شعبه وهموم مجتمعه. وأنصح، ولا لا ليست نصيحة وإنما يعني رجاء ودعوة، يعني دعوة إلى أن يكون الشعراء رساليين وجادين في التعبير عن أحاسيس مجتمعاتهم وعن أحاسيس أمتهم التي تعيش في هذا الزمن وفي هذه اللحظات، يعني أقسى وأشد أوقاتها حرجا وحزنا وذلا وانتكاسة. نعم. الآن وقبل أن تذهب إلى قصيدة جديدة ربما تفرض يعني اللحظة الجميلة نفسها عليك في الصورة لديك، فتظهر بعض القطط ما يعكس إنسانيتك ويثبت إجابتك عملا لا قولا فحسب. أستاذ عبد العزيز، نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة ومضامين الحرية، مضامين الأمة الواحدة، مضامين الإنسانية الواسعة التي يتسع إليها قلبك قبل قلمك، إلى قصيدة جديدة. تفضل أستاذ عبد العزيز. هذا من لطفكم، بارك الله فيكم أستاذ. لي منك الوفاء، بقلبي ما يحس فلا تخافي. ولي منك الوفاء فلم ارتجافي. نغني تغني لي عصافيري ربيعا، وتنسج من ضفائرك القوافي. فمن حزني أجمع ما تبقى على أوراقها جمع احترافي. أهز بذكرياتي ألف دوح، تذكر ما جنيت من القطاف. فلي في الشعر فسحة كل ذكرى، يا سلام، تحلق بالقوادم والخوافي. فللإبحار أجنحة عتاقي، وللبوح استفاض به اعترافي. أنا الممتد لم أك ذات يوم لأرزح بين ضيق أو جفافي. ولي عنقائي البيضاء بساطي، وصلت بها إلى رحب الضفاف. ولي لغتي وصفت بها اصطباري، فتى حملت ذاكرة خطافي. أنا المكسور حين أضيق ذرعا بما حمل الشعور من اعتسافي. فإن تفتح فؤادي تلقى فيه فصول الخوف من غبر عجافي. وأذكر أنني ملئت رعبا بكهفي حين أظلمت المنافي. شغلت بحسرة العطشى صغيرا ولم أجد الجواب. شغلت بحسرة العطشى صغيرا بما بها انحطم الكبير على الصحاف. ولم أجد الجواب لكل سؤل على رسم ائتلاف.
واختلافي، وكم رمت النجوم ولم يلح لي وميض الحلم بدرا وهو وافي. يا سلام. أجوب عراء وهمي إذ تراني كمغترب على متن السداف، أسابق ألف ومض في اغترابي ولم أر غير ضعفي وانخسافي، ولم أدر الثبات من التلاشي مع الأشقى دجى كان انجرافي، أأصحو طائرا في يوم صحو وروح الشدو بالعتمات غافي، وهل مثل السكينة من دواء وما أرجو ليأسي غير شافي. نعم أستاذ، أسأل الله أن تظل هذه الكلمات دواء لكل قلب حائر وضياء لكل الباحث عن شمس من خلالها يسعى إلى وأد ما يحيط به من ظلام وعتمة. من قبل لطفكم. نعم. الختام أستاذ عبد العزيز، نعم، إن شاغل أغلب الشعراء الخلد شعرا أو الخلد ذكرا كذلك، فما الذي يشغلك على وجه التحديد والخصوص؟ الذي في الحقيقة الذي يشغلني لا يشغلني لا شعري ولا يعني أي شيء ذاتي، بقدر ما تشغلني الهموم والأحداث والحادثات التي تهز و و و و و يعني و و تؤلم تؤلم وتؤلم وتكسر أجنحة هذه الأمة أو جناح هذه الأمة من ذل وهوان وخراب وتفرقة واختلاف. نعم، لكن الأمل يبقى موجودا والخير كذلك في هذه الأمة حتى قيام الساعة. نعم صحيح، علينا دائما أن نستحضر الأمل. نعم صحيح، الأمل دائما مطلب، يبقى مطلبا إنسانيا ومطلبا ممكن أن يكون دينيا، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يحث في كتابه على التمسك بالأمل وأن لا يركن الإنسان إلى اليأس والخيبة والحزن. نعم صحيح. قبل الختام رسالة محبة من شاعر جزائري إلى وطنه الكبير الجزائر، ماذا تحب أن تقول؟ كلمة تسجل لك وعليك في آن. والله أنا أريد أن أقول للجزائر وطني الحبيب مع الأمة العربية والإسلامية والشمال الإفريقي ككل، أريد أن أقول له أنا جزائري، أتمنى للجزائر حياة سعيدة وأفقا رحبا من التطور والازدهار والنمو في جميع مجالات الحياة، وكذلك أتمنى له الائتلاف والبعد عن الاختلافات المذهبية والطائفية واللغوية وغيرها من الأشياء التي تؤدي به إلى التفرقة وإلى الانقسام. إن شاء الله هذه الأمنية تتحقق ويصيب خيرها الجزائر والكل العربي والإسلامي. أستاذ عبد العزيز شبين الشاعر الجزائري المغترب عن وطنه، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أستاذ عبد العزيز، في الختام ماذا تود أن تقول؟
في الختام أريد أولا أن أسجل شكري وامتناني لقناة الرافدين الموقرة، وأدعو لها بالدوام والاستمرار والنماء والازدهار والعطاء. شكرا لك. وثانيا وأوجه دعواتي الخالصة في هذه الأشهر الحرم وفي هذا الشهر الكريم إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا المجاهد المناضل الثائر بكل فلسطين وبغزة على وجه الخصوص على أعدائه المحتلين الغاشمين. شكرا لك الأستاذ عبد العزيز شبين الشاعر الجزائري. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا، وإياكم دائما وأبدا ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.